انا جيت اليوم باش نحتفل انا بالمراه المغربيه، والمراه المغربيه كما كنعرفوا هي الام ديالنا والاخت ديالنا والزوجه، وانا فرحان بزاف بالحضور ديالي معكم. فنان سعد مجرد بعدا كنفتخروا به حنا المغاربه كاملين، لان بصح فنان شنقول لكم الطراز الاول. شرف لي انه يعاود لي داني دان بالطريقه ديالو. هو من فرنسا، كنا كنهضروا انا وياه في التليفون وكيقول لي انا كتعجبني داني دان بزاف. خلاص كما كتعرفوا سعد صديق ديالي من شحال هذه، وشرفني بزاف انه عاودها بالطريقه ديالو. فرحت بزاف وغناها باحساس كبير وكنشكره بزاف. وبالمناسبه كنبغي نهنئو على السينجل الجديد ديالو غزالي. اغنيه سعد المجرد اغنيه ناجحه، والدليل راكم كتشوفوا سعد المجرد يعني فنان كيتعتبر من نقدروا نقولوا هو الاول في العالم العربي، وكنفتخروا به احنا كمغاربه وكفنانين. كنتمنوا يكون عندنا بزاف ديال سعد المجرد. مصاب لو كان الوقت يوقف ويرجع اللور ونوليو ونرجعوا داك الذكريات الزوينه اللي دوز انا وسعد المجرد. صراحه دوزنا واحد 4 سنين زوينه بزاف، وحنا مازالين اصدقاء ومازالين خوت، ومازالين كان كيستشر معايا وكنستشر معاه، واي حاجه درتها كنسمعها له هو كذلك. وخلاص سعد المجرد فنان كبير وكنفتخروا به. احنا غادي نتلاقاو دابا، مازال ما تلاقيناش. انا كنت في طنجه ودابا عاد جيت لكازا، غادي نتلاقاو ان شاء الله ونتشافوا. بحال والو نغنيو داني دان انا وياه بجوج. انا ولدي نبغيه يقرا بالحق، الا كان بصح عنده الموهبه علاش لا يدير الموسيقى يدير الفن، لان الفن زوين. ما الا ما كانش عنده موهبه من الاحسن ما يديرش الموسيقى باش ما يتكرفش، هذا هو اللي كاين. تدري انه هو كيعجبو داكشي اللي كندير، وراك عارفه كاع الاطفال كيكونوا مأثرين بالاباء ديالهم، هو مأثر بيا وكيبغي يدير بحالي. دونك نقدر يكون معايا في شي كليب ان شاء الله. الجديد الفني ديالي اغنيه سينجل، اغنيه كوميرسيال، شويه فيها الضحك ما فيها ميساج صغير، كنتمنى تعجب الناس. درنا المجهود ديالنا. كنبغي نشكركم بعدا نتوما سلطانه على الانترفيو، وهذه اول مره كنتلاقى معاكم، كنا باغيين نتلاقاو شحال هذه ما كتبش. وبالمناسبه كنبغي نشكر الناس اللي كيشجعوني انا ويشجعوا الفنانين المغاربه كلهم، وكنقول لهم زيدوا شجعونا راه ان شاء الله كاين الخير. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.